أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين. المحاضرة عنوانها الشعائر الحسينية عند سيدنا الأستاذ فقيه أهل البيت السيد الحكيم قدس سره، وحاولت أن أركز فيها على ثلاثة محاور. المحور الأول هو المحور الفقهي، والمحور الثاني المحور الفكري، والمحور الثالث هو المحور الذي يرتبط بسيرته في هذا الشأن، في شأن الشعائر. مهما كنت قريبا مطلعا، لكن عندما بدأت أثبت النقاط وجدت أني أمام بحر لا يمكن أن أحيط به، خصوصا في هذا الوقت وفي ظل هذا الظرف. ولهذا سأضطر أن ألخص بشكل مخل من أجل أن لا أخل بظرفكم، وقتكم، التزاماتكم. المحور الفقهي أهم ما يستفاد من مجموع كلماته وأبحاثه في الاستدلال على شرعية الشعائر الحسينية وأهميتها الرفيعة هو ما يلي: الأول، النصوص الخاصة الدالة على الزيارة والبكاء والحزن وإحياء أمرهم والمودة والولاء لهم، وكل واحد من هذه التي ذكرتها عنوان فيه نصوص. الحمد لله احنا في خدمة محضر أهل العلم وخدمتهم الحرتك فيه الإشارة. النصوص العامة التي ترتبط بمجمل الشعائر غير القضية الحسينية الخاصة. النصوص هي الآية الشريفة آية الشعائر، والرواية المشهورة المروية بطرق متعددة المكررة موجبة للوثوق بصدورها، وهي مضمونها أن كل البكاء والجزع مكروه ما خلا البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. وهذه قضية الجزع إذا صارت فرصة في الجانب الفكري سأشير إلى أنه يركز عليها، ويجد أن من أهم ما ينبغي أن تكون من ملامح الشعائر الحسينية أن تكون بتعبيره صارخة بلفظه. في هذا الشأن الفقهي أيضا يؤكد على الحفاظ على قدسية الشعائر وعلى نزاهتها وعدم الخروج بها عن الضوابط الشرعية، وينبه إلى بعض مصادر هذا الشأن. يشير إلى ما ورد من النصوص في آداب الزيارة مما يركز فيه على أهمية الالتزام بالضوابط والمحافظة على القدسية. بالكم رواية أنه إذا إنسان يذهب إلى قبر أبيه ما يفعل كذا، يعني القضية هي لابد أن تحفظ فيها هذه الخصائص المقدسة، ويحذر جدا من الانزلاق في هذا الشأن باتجاهات بعيدة عن أهدافها. ويذكر في هذا الشأن الفقهي اللي هو هذا قد يكون راح يكون جانب أخلاقي، لكن هو يذكر للالتزام به، يذكر أنه القائمين على الشعائر لابد أن يكون في قرارة أنفسهم أن المعصومين صلوات الله عليهم، خصوصا إمام العصر أجر الله تعالى فرجه، يشرفون على هذه النشاطات والممارسات، بل يعبر هذا التعبير يقول أو يشاركونهم فيه.
فإذا استحضر المؤمنون ذلك يكون سلوكهم وأداؤهم مناسبا لهذا الشأن، ثم يترقى ويقول: بل الله عز وجل لا تخفى عليه خافية وهو من ورائهم محيط وبيده أسباب التوفيق والخذلان، فاللازم مراقبته في كل صغيرة وكبيرة. على أي حال المحور الفقهي أختصره جدا، يعني تكاد تكون مبادئه واضحة، أركز على المحور الفكري كي يفضل لدي وقت أن أتحدث عن أهم شيء أريد أن أقدمه بخدمتكم، وهو بعض التفاصيل من سيرته التي يجسد فيها فقهه وفكره. المحور الثاني المحور الفكري. المستفاد من مجموع كلماته أنه يرى أن القضية الحسينية هي قضية محورية في تاريخ الإنسان، في تاريخ الرسالات الإلهية. مرحلتها الأولى هي بيان الأنبياء لهذه القضية وحديثهم عنها، بل بكاؤهم وتفاعلهم معها. مرحلتها الثانية هي دور النبي صلى الله عليه وآله للتأسيس لهذه القضية والإعداد لها وللكلام عنها وإحيائها قبل حصولها، مما ورد عن رسول الله في ميلاد الحسين عليه السلام، مما نزل به جبرائيل على رسول الله من الخصائص التي ترتبط بقضية الحسين وإلى آخره من هذا الشأن. ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة، طبعا مرحلة أمير المؤمنين والإمام الحسن امتداد، بل حتى الإمام الحسين عليه السلام نفسه في حياته هو أيضا امتداد لجده رسول الله في التأسيس للمرحلة الأساسية المفصلية، وهي مرحلة الفاجعة والتضحية الحسينية، اللي هي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة بتفاصيلها الفاجعة بعد تعرفوا. المرحلة الرابعة هي مرحلة الإمام زين العابدين والسبايخ. المرحلة الخامسة هي مرحلة الشعائر الحسينية، والشعائر هي جزء أساس من تحقيق معطيات حركة الحسين عليه السلام وإنجازاتها، بدونها أصلا يمكن أن يتعطل الأمر بدرجة كبيرة جدا. إذن هو ينظر إلى الشعائر أنها لها هذه الخصوصية في مجمل القضية الحسينية. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، الذي تكون أيضا حركته المهدوية هي مرتبطة بالقضية الحسينية. فإذا الشعائر هو ينظر إليها بهذه النظرة. الشعائر هو يراها رضوان الله عليه أنها تأسيس المعصومين، وأنها فعل الجمهور، وليست هي قراراً من الفقهاء ولا النخب، ولديه كلمات كثيرة في هذا الشأن. فهي مؤسسة هناك، بعض الأحيان هيك يعبر بلهجته المباشرة عن القضايا العميقة التي يتحدث عنها، يقول أنا شنو أسوي، هم يردوها، هم أهل البيت بيردوها. من يصير حديث عن نمو الأربعين مثلا والطفرة النوعية التي حصلت فيه، هذا الشيء هم يردون يرتبون هذا الأمر، هم رايدين. فهي في أصلها التشريعي، في أصلها يعني الخارجي التأسيسي، هي من أهل البيت صلوات الله عليهم. والملحوظ، أنا ما أدري هذه أنسبها إلى أو لا، قد يكون كثير من الأمور إحنا متعلميها هو أصلها هو، ولو إحنا ننسى نسبتها، أنه كثير من نصوص الشعائر هي ابتداء من أهل البيت وليست استجابة لأسئلة من أصحابهم، كما هو شأن النصوص الفقهية الاعتيادية. بلغني أنك تقول الشعر، تزور الحسين عليه السلام، قال له أنا ظروفي كذا،
قال له أما تذكر ما صنع به؟ بالكم بعد تذكرون هذا القضايا، وإلى آخره من القضايا. الفعل هو فعل الجمهور، فإذا القضية هي ما مرتبطة بقرار مرجعي مثلا، قرار فقهي، قرار نخبوي كذا، لا، هي فوق ذلك. دور النخب والعلماء هم أنهم يساهمون فيها، يساندونها، يردون الشبهات عنها، يعني يبينون ويستنبطون حدودها، يبينونها للناس، وإلى آخره من القضايا الأخرى. يقول أن الجمهور تجذرت في أعماقهم بحيث يهتمون بإحيائها بأنفسهم ويندفعون لذلك بطبعهم، وكأنها جزء من كيانهم، ولا تزيدهم الضغوط في اتجاه منعه أو التخفيف منه إلا إصرارا وتمسكا. وإذا أريد أشرح هذا الموضوع بإشارة مختصرة، الشعائر فعل ولائي كما هو يذكر ذلك، ويعتقد أن الداعي الأول للشعائر هو الولاء قبل كل شيء. والولاء، الفعل الولائي هو شأن مشاعري عاطفي، حب، والحب يذكو بالعذل. العذول له دور إذكاء وقود الحب، ومن ثم وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه. هذا اجتهادهم هو جزء من الحكمة الإلهية، فلا يزدادهم إلا علوا. ولهذا كلما بالغ المبالغون في التحريض على الشعائر فكريا أو التهريج عليها إعلاميا أو استهدافها مباشرة، يعني ولو بالقتل والقمع والاضطهاد والتفجيرات وإلى آخره، الأمر يزداد حيوية وحماسة. على أي حال، أنا أضطر أنه أطوي حتى أختصر أقدر أوصل إلى يقف أمام الشعائر ليبين كيف أنها أن لها دورها في حفظ الإسلام وحفظ التشيع. ترى بين كلماته خشوع الشاكر لله على مصابه، تجسيد لما ورد الحمد لله على عظيم رزيته. يقول إن نهضة الإمام الحسين التي ختمت بفاجعة الطف صارت نقطة تحول مهمة في مذهب التشيع، حيث صار لها أعظم الأثر في قوته ورسوخ قدمه وبقائه ووضوح حجته وسماع دعوته وتوسعه بمرور الزمن رغم الضغوط الكثيرة والصراع العنيف. قال عز من قائل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهو المناسب لحجم التضحية التي أقدم عليها الإمام الحسين عليه السلام. هذه التضحية العظيمة آثارها عظيمة. وهو المناسب لحجم التضحية التي أقدم عليها الإمام الحسين صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله تعالى مستجيبا لأمره واثقا بتسديده ونصره، وبذلك يتضح وجه قوله صلوات الله عليه: أما بعد، فإن من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. تذكرون من كان السيد يقرأ هذا الكتاب؟ تذكرون أصلا كيف تكون ملامح وجهه تفاعله وانفعاله مع الموضوع لبيان أهمية القضية. ثم يقول عن الحسين عليه السلام، لاحظ هو نظرت للحسين: فجزاه الله تعالى عن الدين وأهله أفضل جزاء المحسنين، وصلى الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الميامين الذين استشهدوا معه
والذين سمعوا الداعي فأجابوه ووثقوا بالقائد فاتبعوه ولم تأخذهم في الله لومة لائم ولا عاقهم عن أداء واجبهم عائق والحمد لله الذي هدانا ثم يستحضر نفسه وما أنعم الله عليه والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يؤكد في جانب الأصالة والتحديث في الشعائر يتحدث في هذا الموضوع. خلاصة رؤيته رحمه الله بكلمتين: هو يرى أهمية ترسيخ الأصالة ولكنه منفتح على التطور والتحديث، فهو يرى الجمع بين التأصيل والتحديث، وهل يكون التنامي والتطور والتقدم والانتشار إلا بهذا؟ طبيعي والنتيجة هكذا تقتضي. هو هذه رؤيته ويؤصل لها فكريا. يقول: قد يظن الظان أن تطور الأوضاع في العالم المعاصر يلزم بتطوير وسائل الدعوة للمبدأ وكيفية إحياء هذه المناسبات وتبديلها بما يتلائم مع واقع العصر وينسجم معه، لكننا في الوقت الذي نحبذ فيه إيجاد وسائل تناسب التطور المذكور، هذا التحديث، نرى أن ذلك يجب أن يكون مصاحبا لهذه الشعائر بواقعها المعهود المألوف لا بدلا عنها. فهو يرى التحديث مضافا إلى المحافظة على التأصيل، ويستعرض ذلك. يعني بالإمكان أنه إن شاء الله بعد هذا ربما هاي الوريقات أخليها تحت اختياركم. أيضا يتحدث عن التشنيع الذي تتعرض له الشعائر. يقول: العالم مليء بالممارسات والنشاطات التي تمتاز بها بعض الفئات والمجتمعات وهي غريبة عن الآخرين، من دون أن يمنعها ذلك من القيام بها والاستمرار عليها، كما لا تكون سببا للتهريج والتشنيع على من يقوم بها. فلماذا التهريج والتشنيع هنا؟ لماذا؟ ثم يبدأ يشرح لماذا ويتساءل بمرارة وبتعجب، ثم يشرح لماذا. يقول: الظاهر أن من أهم أسباب التهريج هو شعور أعداء التشيع بالمكاسب العظيمة التي يحصل عليها التشيع بسبب الشعائر، ومن هنا لا موجب للشعور بالضعف عند المؤمنين ومحاولة التراجع لكون تلك الممارسات غير مألوفة للآخرين أو موردا لاستغرابهم. مضافا إلى أمرين يهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا، يضيف أمرين. يقول: أولهما إن تهيب نقد الآخرين والاهتمام بإرضائهم تجعل الإنسان من حيث يشعر أو لا يشعر يضخم التهريج والتشنيع، فيمر بلقطة فيها تشنيع هو يبدي يوزعها، وأدركوا لا والشعائر في خطر والتشيع، هو يشارك بماذا؟ ومرة اجى واحد جلس امام السيد من الشخصيات المهمة، ما احب اذكر الاسماء، ربما هو اهم، هذا ليس شأنه، فتحدث عن التشنيع. قال: انتم هواي تحدثتوا عن التشنيع والجماعة ما بطلوا، الان ما عندكم خيار الا انه انتم تفسرون للعالم لماذا يقومون بهذه الامور التي يشنع بها. ماكو حل، هم وانتم ساهمون بالتشنيع، أنتوا ساعدوا الناس أن تفهم الموضوع. أن هذا من يكون أمر غريب جدا لابد أنه نفسر حتى تكمل الصورة، نفسر الناس ما جرى ولماذا هؤلاء يجزعون بهذه الطريقة المميزة الاستثنائية، حتى تعالجون إذا هو الغرض حفظ ما وجه التشيع والدفاع عنه بهذه الطريقة. ماكو حل آخر، لا يوجد حل آخر. ثانيهما
إن التهريج حيث كان المقصود منه تراجع الشيعة عن هذه الممارسات، فإذا لم يجد أذنا صاغية خفت تدريجا لشعور أصحابه بالخيبة والفشل، واضطروا للتعامل مع هذه الممارسات كما يتعاملون مع سائر الأمور المفروضة على أرض الواقع مما لا يعجبهم. أما إذا وجدوا أذنا صاغية وبدأ الشيعة يتراجعون عن بعض هذه الممارسات، فإن القائمين بالتهريج والتشنيع يشعرون بنجاح مشروعهم فيزيدون فيهما من أجل تراجع الشيعة عما تبقى من هذه الممارسات. وكأنه لسان حاله لن ترضى عنك، هو ما معبر بس هو واضح هذا لسان حاله بعد بين سطوره لا يخفى عليكم. أيضا من النقاط المهمة الفكرية في هذا الشأن، يقول الوظيفة عند اختلاف وجهات النظر. لاحظوا الفقيه الحكيم المفكر من خصائصه أنه بقدر ما يكون عميق الفكرة يكون واسع الرؤية ورحب الأفق، وهكذا كان السيد قدس سره ولا سيما في هذا الشأن الذي الآن وجدتم كيف أنه يتكلم ويدافع بشكل مستميت عن الشعائر ولا يقبل بأي اهتمام بالتشنيعات أو الكلمات التي تردد التشنيع والتهريج. لكن هو في نفس الوقت لاحظوا المرونة العالية التي عنده في هذا الشأن، ولهذا من يريد أن يتأسى بالصالحين من فقهاء أهل البيت ويقتبس من علومهم ينبغي أن يأخذ الموضوع كله بنظر الاعتبار، مو الإنسان يأخذ شيئا ثم كأنما القضية يغفل عن جوانبها الأخرى. فيقول قد تختلف وجهات النظر حول بعض الممارسات إما للاختلاف في الحكم الشرعي اجتهادا أو تقليدا، أو للاختلاف في حصول ما يؤكد رجحانها ويقتضي التشبث بها، أو يوجب مرجوحيتها ويقتضي الإعراض عنها من العناوين الثانوية التي قد يراها البعض. واللازم حينئذ على كل طرف من أطراف الخلاف الاقتصار على بيان وجهة نظره أو محاولة الإقناع به بالتي هي أحسن، كما حث الشارع على ذلك في سائر موارد الخلاف، ولا ينبغي تجاوز ذلك إلى إرغام الغير على تقبل وجهة نظره أو الصراع الحاد والتشنجات أو التهريج المضاد والتشنيع والتوهين إلى غير ذلك مما يؤدي إلى انشقاق الطائفة على نفسها وتمزيق وحدتها ووحنها أمام الآخرين وشماتة الأعداء بها، بل قد يؤدي إلى الإحراج في اتخاذ المواقف والتعامل مع الآخرين، كما يؤدي إلى هدر كثير من الطاقات المادية والمعنوية من أجل انتصار كل طرف لوجهة نظره بدلا من صرف تلك الطاقات لصالح هذه الطائفة المتعبة وخدمة مشتركاتها وتخفيف محنتها. وما دامت هذه الطائفة في وضعها الحالي تفتقد الرعاية الظاهرة من الإمام المعصوم صلوات الله عليه ولا يتيسر لها تحكيمه في خلافاتها، فلا يحق لأي شخص فرض وجهة نظره على غيره أو التعدي عليه ماديا أو معنويا لعدم قناعته برأيه وانصياعه له. رؤية جامعة لشمل الطائفة حافظة لقناعات كل شخص وعمله بالحجة الشرعية عليه ومحترمة لحرمات الآخرين من المؤمنين وحافظة للمصالح العامة المشتركة للمؤمنين. وهذه مرة تصدر من شخص هو ضعيف القناعة ببعض الأشياء، طبيعي إنسان يصير عنده مرونة هنا، أما هو في أوج قوة بصيرته وتمسكه
واهتمامه بترسيخ قناعاته. هو عنده قناعة راسخة جدا، لكن هو من هذا المنطلق هو أيضا عنده درجة عالية من ماذا؟ من المرونة. فلا هي مرونة مرونة الضعفاء، ولا تشدد وتصلب هو تصلب المتعصبين، وإنما هي البصيرة وهي مراقبة الله في مراعاة الحرمات والمحافظة على المصالح العامة. بعد أشير إلى نقطتين أخيرتين. إبعاد الشعائر عن أن تكون مسرحا لإبراز العضلات، وهذه ألفاظه، والتسابق والتشاح من أجل إظهار المميزات والقدرات الشخصية أو نحوها الفئوية، يعني بعد واضحة يعني شنو، خلينا نقولها بلهجتنا، خلينا شوية هم نتكلم على طريقته رحمه الله، يعني مو هذا عزانا وهذا موكبنا وهذا مجلسنا، يعني هذا مجلس الحسين وإحنا خدام به وخدام كل المجالس، وهذا موكب الحسين وإحنا خدام به وبكل المواكب. هذه القضية اللي بها هذا التنافس هو يجد أنها من مكامن الخطر التي تضعف الشعائر وتسلبها روحها الحقيقية، تنسلخ منها. وأيضا من جملة الأمور المرتبطة بذلك ما ذكره في بعض بياناته من تجنيب الشعائر للأمور السياسية، لا سيما الأمور الخلافية في هذا الشأن، يعني مو تتوظف الأمور باتجاهات معينة وكأن الشعائر تتحول إلى منبر للأمور الأخرى، بينما الشعائر هي شنو تمثل؟ تمثل هي قمة الاهتمام في إحياء الأمر الديني، واللي عنده قناعة ومحترمهم لا بأس يتحدث عنه، بس ما يتخذ الشعائر منبرا لها. هذه النقطة اللي هذا أكثر من مرة صاير حديث بخدمة السيد عن هذا الشأن. النقطة الأخيرة هو تركيزه على جانب الشجاع والحسن في الشعائر، وهذه القضية اعتنى بها في سنواته الأخيرة اعتناء بالغا، بحيث تحدث مثلا مع أخينا العلامة السيد عز الدين ابن السيد مفصلا، وطلب منه أن يتحدث في ذلك في جولاته التبليغية، وأيضا استدعاني قال أنت تطلع تروح كذا، هذا الموضوع اهتم به، فكتبت شيئا من هذا الأمر وجئت به إليه، قرأه قال هذا فيه إضافات مو هو هذا الذي أريده بالضبط، يعني أريد أبين شدة اهتمامه بالموضوع. السيد يعتقد بأن الشعائر أصلا الحديث عن الحسين، الخطاب الحسيني إن صح التعبير، الخطاب الحسيني الصادر من المعصومين خطاب سمته الأولى الحزن على الحسين وإثارة الشجاع فيه، قل أنت انظر للإمام الرضا كيف تحدث عن الحسين، انظر لرسول الله الحسين، قيم عظيمة موجودة في ملحمته الكبرى، وهذه القيم لا تنكر، والشعراء تحدثوا عنها، وسيد حيدر الحلي فخر بها، وفلان مثلا من الشعراء قال عنها ما قال وإلى آخره، ولكن الأولوية التي تحدث بها أئمة أهل البيت وبقوا يركزون عليها ومن قبل النبي صلى الله عليه وآله حينما تحدث عن الموضوع. فإذا أنا أشكلت عليه، تدرون بعد في مقام التعلم الإنسان يسأل ويتعلم ويتباح، يعني يناقش لأجل أن يتعلم، قلت له ربما الأئمة كانوا في ظرف تقية، فربما هم لم يبرزوا تلك القيم الأخرى، تدرون قيم بطولة عظيمة في كربلاء ما بها إشكال. هو يقول لا، ينبغي أن يكون الشيء الأساسي الذي هو يمثل يعني حالة الشعائر هو حالة الحزن والبكاء والأسى على الحسين عليه السلام. لعله هكذا في ذهني، أنا ما أقدر أنقل نقل حسي، بس هكذا في بالي أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان في ظرف تقيق، كان يقدر يقول أنه مثلا بالنحو الذي يعبر عن البطولة والتضحية والفداء وإلى آخره من القضايا الحقيقية الصحيحة. وأيضا حتى في أيام العباسيين الأمر كان مختلفا، إذا كان الأمر أيام الأمويين أيام العباسيين كان الأمر مختلفا وإلى آخره،
الموضوع الحسيني سمته الرئيسة الذي يريد أن يعرف أولوياته من مصادره الأصيلة المعصومة هو ينظر إلى هذا الشأن، أنه القضية لابد أن يكون الشجاع والأسى والحزن هو عنوانها البارز وهو رسالتها الأساسية والرئيسية. أتي إلى سيرته. سيد قدس سره أول من شأنا في مجالس الحسين إذا بدأ القارئ يقرأ رحم الله شيخ شاكر شيخ صالح سيد عبد الرزاق القاموسي غيرهم سيد القاضي إلى آخر من الخطباء لبعضهم علماء وخطباء عندما يقرؤون عندما يبدأ يقرأ الشعر الحسيني القريض بأشعار الحليين وأمثالهم أو السادة الهنديين وأمثالهم السيد كان صوته نشيج على الحسين كان أصلاً يضغى يبرز بشكل واضح ربما بعضكم أكثركم أدرك السيد لكن عندما ضعفت قواه كان صوته ما يسمع بسهولة لكن بالفترة الأولى كان بكاء أو نشيجا عاليا للحسين عليه السلام في المواكب أتذكر موكب النجف في ليلة العاشر من المحرم في كربلاء هذا الموكب اللي كان يصير من مجموعات كبيرة احنا نعبر عنها الجوقات بالمواكب الجوقة الأولى كانت فيه عادة تكون لأهل العلم ويشارك فيها العلماء وأنا ما زلت أتذكر أن السيد قدس سره خل أذكركم شوية بالموكب أكثر الموكب كانت طريقته أنه يخرج من الحسينية النجفية ثم يأتي إلى حرم الحسين ثم يذهب إلى حرم أبي الفضل صلوات الله في حرم الحسين بعد أن يصلوا بهذه الطريقة الموكبية اللي يقرون بها ويلطمون في الطريق إلى أن يصل إلى الحسين عليه السلام في حرم الحسين يقرأ الرادود بعد ما يقرأ الرادود في آخر مرحلة من قراءة الرادود تكون القراءة شجية وحماسية وحزينة جدا في آخرها كان هذا هو المعتاد يستبد الجزع بالمعزي فتكون آخر شعاراتهم وكلماتهم وهم يلطمون على رؤوسهم وصدورهم وبعض الأحيان على وجوههم وحسين وحسين ثم يدخلون إلى حرم الحسين عليه السلام فأنا كنت بعض الأحيان أصاحب السيد الوالد وأنا صبي أنا ذاك ولحد الآن أتذكر أن السيد الحكيم دخل في هذه المرحلة الأخيرة وهو يلطم على صدره وكان مكشوف الصدر يلطم على صدره كالمعزين شيبته المباركة كانت هي يعني متأثرة معه هي منفعل وأنا لحد الآن منظره عندما أتذكره يأخذ مأخذ من عندي لأنه بحالة من الحزن والجزع وكأنه لا يبصر ما حوله إلا فاجعة الحسين وقبر الحسين ومصاب الحسين عليه السلام أيضا كان مهتم بالمقتل الحسين قرأ مقتل الحسين في إحدى مجالس النجف مجلس السيد الأستاذ الخال الفقيد الكبير المرحوم السيد محمد حسين الحكيم بالأوائل السبعينات قرأ هو ليلة العاشر قرأ مصيبة الحسين على طريقة المقتل عندما قرأ لحد الآن أتذكر أنه هو عندما وصل إلى المقتل وقرأ المصاب الأعظم ثم انتقل منه إلى مصيبة سلب الحسين عليه السلام الأمر كان مفجعا جدا لحد الآن أتذكر أن السيد الوالد قدس سره هاله الأمر جدا لم يطق فجاء بعد ذلك طبعا
تعرفون هو يحترم السيدة بمقام أستاذه، فجاء معاتبا للسيد أنه كيف طاوعتك نفسك أن تذكر مصاب الحسين بهذه التفاصيل، والسيد كان يجيبه جواب من يداري مشاعره الحسينية أنه هو اضطر أنه يقرأ هذا الأمر. تغيرت الظروف، رحنا إلى سجون صدام. طبعا قبل ذلك كان هناك محاولات لتشويه المنبر وضغوط لأجل أنه يكون حتى بحيث الخطيب المنبر لابد أنه مثلا يدعو لصدام وما أشبه ذلك من أمور. السيد كان إلى مواقف حازمة تجاه هذه القضية إلى آخره. رحنا إلى السجون، بالسجين السيد قال لنا، قال شوفوا هذه شعار الحسين، الآن بعد لا أكو مجلس ولا أكو مراسم ولا أكو عروف ولا كذا، إذا إحنا نعتقد بيها هو الآن لازم نسويها، وإذا إحنا كنا صادقين الآن لازم نقيم منها ما يتأثر لنا بالحد الممكن. هذا هو زين، ما عندنا خطيب، ما عندنا رادود، ما عندنا كتاب، ما عندنا تسجيل، ما عندنا كل شيء يمكن أن يصلح من معدات ومن الاستعدادات لذكر الحسين، حتى سواد ما عندنا. فالسواد شنو كان؟ بقايا عمامة. طبعا هم تجرؤوا على عمائمنا ومزقوا بعضها لعناء، لكن بقي من بعض العمائم بقية، فبقايا عمامة بصعوبة من خلال الصابون وما فيه مثلا من مادة لاصقة بصعوبة ألصق على الجدار بنحمل لا يراه الأزلام النظام حينما يأتون. وخط عليه سيدنا أيضا أنا درست عنده اللمعة، سيد أبو مقداد حفظه الله، خط عليها يا حسين. عندما أصل هذا الخط يا حسين رأيناه بعد مدة من فراقي السواد على الحسين، بعد كانت هو هذا وحده كان فصل بكائي وحسين. ماكو خطيب، ماذا نفعل؟ تعال اجلس، هذه تفاصيل المصيبة احفظها ثم اقرأها بالمقدار الذي يتيسر وتستطيع. فالسيد قدس سره، تعال اجلس احفظ ما تملك ان تحفظه من النصوص ومن الشعر الحسين من اجل انه تقرأ لنا، نحن نعلمك وبعد دقائق أنت تقرأ لنا تذكرنا بالقضية الحسينية. فهو القراءة التذكيرية ليس إلا ما بها شيء جديد، هو بضاعتهم منهم يعني. وعندما تبدأ قراءة شيء من القضية الحسينية، بعض الأحيان ما زلت أتذكر أن بعض الأحيان وأنا أتلو بعض الشيء من ما أحفظه منهم مثلا من القضية الحسينية، كان البكاء سادة المظلومون في سجون صدام، الممنوعون من إقامة يعني أدنى مراسمهم وشعائرهم، الذين لا يعلمون شيئا عن أهاليهم ولا يعلم أهلهم عنهم شيئا، والذين قتل بعضهم صبرا إعداما ومات بعضهم مرضا في نفس ذلك المكان أو نقلوا منه في ساعاتهم الأخيرة وتوفوا بهذه الحالة. كنا نقرأ، من نقرأ يعلو البكاء. بعض الأحيان أنا من شدة البكاء أنا لا أسمع صوتي جيدا، فضلا عن أنهم يسمعونه جيدا، يعني مجرد إشارة تذكيرية. يقرأ الإنسان راس بيت الشعر، هم يعرفون شنو ما بعده ويبكون للحسين عليه السلام. والسيد كان يؤكد إذا بكينا هنا وأقمنا المراسم هنا إذن يعني نحن واقعا نؤمن بهذه الشعر ونلتزم. ثم صارت فرصة للكتاب. فرصة الكتابة كانت فرصة غريبة بحيث يصعب تصديقها إلا بذكر تفاصيلها، أنه ما كان هناك قلم. مرة تحدثت عن هذا لا أعيد عليكم، وسمحت السيد أيضا مرة تحدث جزاه الله خير، فبصعوبة بالغ أنه فد بقايا قلم تكتب على بقايا مثلا أوراق الجقاير اللي هي مثلا تلقى وإلى آخره حتى تكتب. السيد عندما بدأ يكتب، قبل أن يكتب الأصول الذي أصابه ما أصابه، هو كتب
النصوص الشريفة التي ترتبط، لعله أول مرة عن الغدير كان أو عن الإمام الصادق، ثم جاء موسم الحسين فبدأ يكتب السيد، بدأ يكتب عن بعض التفاصيل من خروج الحسين إلى يوم العاشر إلى يوم المقتل. أنا لحد الآن أتذكر إحنا مكان واحد بيض، هو بعد غرفة أو شبه زنزانة، السيد يكتب، فجأة نسمع نشيجة، هو ويكتب يتذكر مصعب الحسين يبدأ يبكي، وكنت أرى على ما أقرأ، هذه الأوراق كنت أنا أخذها أقرأ بها، على ما أقرأ بعض آثار دموعه على ما يكتبه من مصائب الحسين عليه السلام. ثم في اليوم العاشر هو جلس قرأ لنا المقتل، مقتل هو الذي كتبه قرأه، كيف كان يجمع من بقايا الذاكرة، مثلا الله يحفظهم جميعا السادة الأجلاء، مثلا أخوه السيد محمد تقي الحكيم، السيد محمد جعفر الحكيم، السادة هم الأجلاء، هم كانوا واحد بعد واحد يذكر الآخر بشيء من الخطبة أو بشيء من الرجز الذي كان يقول، الآن جمع هذا الأمر بقي وهو قرأه، وكان يوما مشهودا في قراءة مصيبة الحسين عليه السلام، وكانت الخشية أن أصوات البكاء تسمع فيقتحمون علينا ويحدث ما لا تحمد عقباه مما قد لا يرضاه الله أن الإنسان يعرض نفسه. فكان بعض الأخوة من السجناء يقفون يراقبون الممر من أجل أنه إذا وجدوا أي حركة لأزلام النظام يأتون إلى داخل السجن حتى يبلغونه. مرة من المرات على صوتنا بالبكاء، الجماعة كان القرار أنهم من يصعد صوتنا ويوصل قريب الباب يخبرونا حتى نكتم ونكبت أصوات بكاءنا الحسينية. جاءوا وجدوا المشهد ويسمعون نشيج البكاء وصوت الناعي قليلا، هم وقفوا يبكون معنا ولم يخبرونا، لكن بالنتيجة الأمر مشى. على أي حال مرت الأمور إلى أن سقط النظام. واحدة من أهم الأمور اللي كانت هو مهتم بها قضية الزيارة. بالنسبة للزيارة هناك إشارات سريعة، الإشارة الأولى أنه هو بنفسه كان مهتم أن يزور بما أمكن. مرة هو حدثني أنه كان بلاء شديد جدا في يوم العاشر، بعد كان مقطع الطرق كذا، هو أقنع الشيخ صادق القاموسي الرجل المقدس الذي هو كان قد اتخذه أخا بالمعنى الحقيقي السيد، وذهبوا إلى زيارة الحسين بصعوبة بالغة، لأن وصلوا هو يحكيه بقصة مفصلة أنا ما أحفظ تفاصيل. هو أيضا كان يذهب، ازدحام ما كان يحب يتميز بالزيارة، بسهولة يقدر ينسق بعد يوصل يدخل يزور. هو كان يقول أنا أذهب أزور إلى أن حيث ينقطع الطريق، تدرون السيطرات خصوص بالفترة الأخيرة ينقطع الطريق، أنا أنزل أزور وأصلي إذا قدرت كذا، بدون أنه مثلا يشوفه قد يكون مي يعني يبين هذا في جو في الليل في كذا، يزور ويرجع، أول إنسان يطلع مقدار الزيارة. غير ذلك هو نقل قال أن بعض الذويه من العلويات الجليلات كانت تقول أنا لا أطيق أن أمشي للحسين، فاستشارته في أنها تزور الحسين عليه السلام، تركب بالسيارة ثم إلى قريب الكربلاء فتمشي ما استطاعت من المشي في المرحلة الأخيرة. فهو قال لها، يقول أنا قلت لها بدل ذلك أنت امشي ما وسعك، فإذا عجزتي اركبي واذهبي. ثم هو قال ووجهه مشرق بابتسامته وهو يستحضر يعني هذه الرعاية، قال مشيت مشيت الآن وصلت تاليه، وصلت إلى الحسين عليه السلام. لاحظوا يعني كيف يتفاعل مع الموضوع. المهم مرة كنا نطلع قبل ما نطلع للتبليغ الحسين، وكان يشجع جدا أنه نذهب إلى الناس المؤمنين، يقول أنا أحب أن أذهب. مرة سمع اللعين الطاغية
يقول أنه يهرج على زيارة الحسين، يقول هاي لو كانت الزيارة هي شيء له أساس شرعي لمشى فيها سيد محسن الحكيم، ليش ما طلع سيد؟ قال أنا من حينها عزمت أنه بمجرد أن تكون لدي فرصة أني أمشي، وهذا كان يمشي في كل سنة ما استطاع ويتحرك في زيارة الحسين، وتتذكرونه في هذا الشهر. فمن بعض الأحيان من أرجع أجلس بخدمته، هكذا قلنا، هكذا أوصيتهم، هكذا كذا، هذه مشكلة الناس، هكذا صار كلام. لسه أتذكر هذا المشهد من السيد رحمه الله، قلت له سيدنا من واحد يروح، احنا مو محترفين يعني ما عندنا ذيك الخبرة بالخدمة الحسين، بس هذا مقدار اللي الإنسان يعني يخطر في باله ويتفاعل. قلت له لاحظت الحسين عليه السلام أنه في المواقع العظمى من المصاب كان يتجلد ويقول هون ما نزل بي أنه بعين الله. قلت له سيدنا أنا لاحظت هذا الأمر عند مصاب عبد الله الرضيع، عندما ينقل أنه رمى الدم إلى السماء وكذا، وقال هون ما نزل بي أنه بعين الله، فإذا هو يتمالك نفسه ويتصبر، وأنه عند شهادة علي الأكبر أيضا توجد رواية من هذا القبيل أنه قال هون ما نزل بي أنه بحين. قلت له سيدنا عندما أصابه السهم المثلث وأخرج السهم من قفاه، وهذه مصيبة بعد عظيمة هدت قوى الحسين عليه السلام، وأنه انبعث الدم كالميزاب، أخذ من دمه الشريف لطخ بها وجهه وشيبته وقال هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي. قلت له سيدنا الحسين أنا موجود في المقتل، مقتل المقرم، يقول هون ما نزل بي أنه بعين الله. قلت له سيدنا أنا فقط لاحظت مرة واحدة الحسين وجدته جازعا عندما سقط أخوه أبو الفضل العباس، فصاح الآن انكسر ظهري، قلت حيلتي، شمت بي عدوي، هاج بالسيد قدس سره وجده عندما حدثته بهذا الأمر. أريد أن أتأكد مما أقول، هل أنه يوجد اشتباه عندي؟ أريد أن أصوب ما أقول. سيد هاج به الوجد، قال لي، قال مصيبة الحسين فيها من الأمور العظيمة ما لا يمكن إدراكه. قال لي أنا مرة التفتت، واعذروني أنا أقول هذا الكلام بين أيديكم لكن إن شاء الله ثوابه للسيد، قال أنا مرة التفتت إلى أن الحسين عليه السلام لم يقتل كما قتل سائر أصحابه وأولاده، وهو أن يقتل بالمعركة، الحسين ألقاه على وجهه وذبحه صبرا. قال عندما أدركت هذا الأمر عظم الأمر علي، بقيت عدة أيام في حالة خشي علي فيها لا يقر لي قرار، لم أهنى بطعام ولا شراب، أن الحسين عليه السلام ابتلاه الله بهذا البلاء العظيم، ولكن احنا لحد الآن لا نعرف مصاب الحسين عليه السلام. اللهم ثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم ارحم سيدنا وأستاذنا ومعلمنا بواسع رحمتك، اللهم احشره مع الحسين، اللهم اجمعه مع الحسين عليه السلام، واجمعنا معه إن شاء الله مع الحسين عليه السلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أستغفر الله لي ولكم، أعتذر من القصور والتقصير، وأسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فاتحة إلى روح السيد وإلى روح خدام الحسين جميعا وإلى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما
أسلافكم الصالحين.